بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ندخلوا في محور جديد من الرياضيات تاع البكالوريا، أعداد المركبة. هذا المحور خاص بشعب علوم تجريبية، تقني رياضي ورياضيات. هذا مكان وتسيير اقتصاد المهم ما عندهمش. دونك الأعداد المركبة، أعداد المركبة هي مجموعة من هي تنتمي إلى مجموعة الأعداد. مجموعة الأعداد كاين الأعداد الحقيقية ومن بعد الآر، وكاين أعداد المركبة. اللي حاب يعرف كل مجموعة الأعداد يرجع للحلقة الحلقة الأولى في هذا السلسلة بكالوريا للرياضيات اللي هضرنا فيها على مجموعة الأعداد. المهم الأعداد المركبة، أول شيء تعريف. نسمي عدد مركب كل عدد زد يكتب على الشكل التالي: زد يساوي إكس زائد إي إيغاي. هذه الكتابة على العدد المركب. وعلاش سمي عدد مركب؟ لأنه مركب من جزئين، الجزء الحقيقي والجزء التخيلي، حيث إكس وإيغاي عددان حقيقيان و اي مربع يساوي ناقص واحد. احنا في مجموعة الاعداد الحقيقية على بالنا بلي المعادلة اكس مربع يساوي ناقص واحد لا تقبل حل. في الاعداد المركبة تقبل حل. والحاجة اللي نعرفه على اي هي اي مربع يساوي ناقص واحد. هذا هو العدد المركب. العدد المركب اذن زد يساوي x زائد اي y. هذا هو العدد المركب. سمي عدد مركب لانه مركب من جزئين، الجزء الحقيقي x والجزء التخيلي y. كيفاش نعرف الجزء التخيلي من الجزء الحقيقي؟ الجزء الحقيقي يكون وحده x، الجزء التخيلي y هو اللي مضروب في e. مثال z يساوي 5 زائد 3 e. هذا مثال لعدد مركب. هذا هو الجزء الحقيقي، الجزء الحقيقي لا بارتي ريال يرمز لها ريال دو زد. وهذا الاي مضروب في عدد، العدد اللي مضروب فيه اي هو الجزء التخيلي، اي فوا ايغريك ولا اي ولا ايغريك فوا اي، كيف عامة تكتب ايغريك فوا اي، كيف الضرب عملية تبديلية. ثلاثة هو الايغريك، دونك ثلاثة هذا هو الجزء التخيلي. هذا هو الجزء التخيلي imaginaire de z. سهلة، لازم نعرفه بأن العدد الحقيقي العدد المركب z يساوي x زائد y. x هي الجزء الحقيقي و y هو الجزء التخيلي. الحاجة اللي لاصقة في e واللي مضروبة في e هي الجزء التخيلي. مثال هو z يساوي 5 زائد 3 e. 5 هو الجزء الحقيقي ريال دو زد، 3 اي هو الجزء التخيلي. مثلا يمكن يقول لك اكتب دونك الجزء الحقيقي للعدد هذا في المثال ريال دو زد يساوي 5
الجزء الحقيقي والجزء التخيلي imaginaire de z يساوي 3. هو جزء 5 هو الجزء الحقيقي، 3 هو الجزء التخيلي. وبصفة عامة real de z يساوي x و imaginaire de z يساوي y. هذه لازم نكتبوها هنا، real de z هو ال x، imaginaire de z هو الإيجريك. هذه هي، هذا هو العدد المركب. إذن العدد المركب مركب من جزئين، الجزء الحقيقي والجزء التخيلي. هناك حالات، إذا كان إيجريك يساوي صفر نقول أن العدد زد حقيقي. لماذا؟ أن زد يساوي x زائد اي ايغريك. زد كي تسمعوا زد هو عدد مركب، دونك زد العدد المركب يساوي x زائد اي ايغريك. أن ايغريك يساوي صفر، واش معناتها؟ معناتها الجزء التخيلي يساوي صفر، دونك فوا اي، دونك يروح يبقى زد يساوي x، دونك زد يساوي x. في هذه الحالة نقول بأن زد عدد حقيقي. في هذه الحالة نقول بأن زد عدد حقيقي. مثال، ممكن عندنا إيجريك يساوي صفر، مثال زد يساوي 8. زد يساوي 8 عدد حقيقي، لأن الجزء التخيلي معدوم يساوي صفر، دونك بقى لنا غير الجزء الحقيقي. الحالة الثانية، إذا كان x يساوي صفر، معناتها الجزء الحقيقي معدوم، نقول أن العدد زد تخيلي صرف أو تخيلي بحت. هكذا يسمى، تخيلي صرف ولا تخيلي بحت. يعني زد يساوي x زائد اي ايغريك، وعندنا x يساوي صفر، يعني البارتي ريال تساوي صفر، دونك تروح، دونك تبقى البارتي ايماجينير برك، دونك يولي زد تخيلي صرف ولا تخيلي بحت، دونك زد يساوي اي ايغريك. مثال زد يساوي 4 ايغريك، هذا مثال لعدد تخيلي صرف او تخيلي بحت. الحالة الثالثة، يكون العدد المركب زد معدوم إذا كان جزءه الحقيقي معدوم وجزءه التخيلي معدوم. لهجة بينا، إذا كان عندنا زد يساوي x زائد اي ايغريك، إذا كان x يساوي صفر و ايغريك يساوي صفر، إذن زد يساوي صفر. إذا هذا يساوي صفر وهذا يساوي صفر، دونك صفر في اي صفر زائد صفر صفر، دونك إذا كان الجزء التخيلي معدوم والجزء الحقيقي معدوم، فإن العدد المركب معدوم. في هذه الحالة يكون العدد المركب معدوم. إذن ثلاث حالات، إذا كان الجزء التخيلي معدوم فإن العدد المركب يولي عدد حقيقي، نسميه عدد حقيقي لأن بقي الجزء الحقيقي فقط، دونك قالوا غير الجزء الحقيقي. الحالة الثانية، إذا كان x يساوي صفر أي الجزء الحقيقي معدوم، فإن العدد زد تخيلي صرف أو تخيلي بحت، يعني يبقى غير الجزء التخيلي. حالة ثالثة، يكون العدد مركب زد معدوم إذا كان جزءه الحقيقي معدوم وجزءه التخيلي معدوم. معناتها إذا كان x يساوي صفر و y يساوي صفر، إذا زد يساوي صفر، دوك جزءه التخيلي معدوم وجزءه الحقيقي معدوم، دوك هو معدوم.
هذه هي. الآن نضع على تساوي عددين مركبين، يكون عددان مركبان زد وزد بريم متساويان إذا كان لهما نفس الجزء الحقيقي ونفس الجزء التخيلي، أن الزد زد يساوي إكس زائد إي إيجريك، وزد بريم يساوي إكس بريم زائد إي إيجريك بريم. زد يساوي زد بريم إذا كان إكس يساوي إكس بريم و إيجريك يساوي إيجريك بريم. سهلة، باش يساوي هذا يساوي هذا، زد يساوي زد بريم، لازم الإكس بريم يساوي الإكس، يعني الجزء الحقيقي متساويان، جزءان حقيقيان متساويان، والجزئين التخيليين متساويان، يعني إيجريك يساوي إيجريك بريم. هذا ما كان باش يكون العددين متساويين. مثال: زد يساوي 5 زائد 2 اي، زد بريم يساوي 3 زائد 2 اي. عندنا ريال دو زد، ريال دو زد ماذا يساوي؟ يساوي 5. ريال دو زد بريم يساوي 3. دونك ريال دو زد لا يساوي ريال دو زد بريم. وعندنا إيماجينير دو زد يساوي 2 إي، وإيماجينير دو زد يساوي 2 إي زد بريم، 2 إي 2 إي متساويان. لكن زد لا يساوي زد بريم، علاش؟ لأن الجزء التخيلي متساويين، الجزء التخيلي، لكن الجزء الحقيقي غير متساوي. لازم يكون الجزء الحقيقي متساوي والجزء التخيلي متساوي، لازم هنا يكون 5، يعني 5 يساوي 5 و2 اي يساوي 2 اي. سهل. المهم باش تشوفوا بأن العددين متساويين، لازم يكون الجزء التخيلي لهما نفس الجزء التخيلي ولهما نفس الجزء الحقيقي، وهنا ما عندهمش نفس الجزء الحقيقي، دونك غير متساويين. هذه هي. الآن نحضر على التمثيل البياني لعدد مركب، تمثيل هندسي أو تمثيل هندسي أفضل، قولوا تمثيل الهندسي لعدد مركب. دونك في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس أو أو إي أو جي، إلى كل عدد مركب زد يساوي إكس زائد إي إيجريك إي فوا إيجريك، حيث أن إكس ينتمي إلى آر، إكس عدد حقيقي وإيجريك عدد حقيقي، وإي مربع يساوي ناقص واحد. نرفق
النقطة أم إحداثيتها إكس إيجريك لكل عدد مركب دونك نرفق النقطة أم إحداثية إكس إيجريك دونك لتمثيل العدد المركب زد وأم تسمى صورة العدد المركب زد الور في المعلم هو أعلم متعامد ومتجانس عندنا الأم أم هي صورة زد إكس بلس إي إيجريك دونك هذا إيجريك هذا إكس هذا محور فواصل يسمى محور الحقيقي يسمى المحور الحقيقي محور الترتيب يسمى المحور التخيلي دونك الآن ها هو هي النقطة تمثل العدد زاد عندها الإيجراك وعندها الإكس صديبو العدد تاعنا الإكس تاعو دونك نديرو الإكس هنا إكزومب ثلاثة نديرو ثلاثة هنا إيجراك في هذا المحور ونعينو النقطة تاعنا صورة العدد المركب هنا الشعاع هناك شعاع او ام شعاع ام دونك والشعاع او ام يسمى كذلك صورة العدد المركب زد اختار يمكننا تعيين دونك ام صورة العدد المركب زد بإحداثية اكس و ايجريك دونك اكس هي الجزء الحقيقي اكس هو الجزء الحقيقي للعدد المركب و ايجريك هو الجزء التخيلي للعدد المركب اكزومبل اذا اعطانا زد تساوي 3 زائد 2 اي 3 دونك الام ماذا تساوي 3 2 3 هو الجزء الحقيقي و2 هو الجزء التخيلي دونك باش تجي تمثلها تجي لهنا 1 2 3 وهنا 2 1 2 وتمثل النقطة التي تمثل ام التي تمثل العدد المركب هذا بصفة عامة يسمى دونك تسمى ام صورة العدد المركب زد والشعاع ايضا يسمى كذلك صورة العدد المركب زد ومن جهة اخرى نقول ان زد لاحقة النقطة ام والشعاع او ام دونك اذا كنا نهضر على النقاط ام تسمى صورة العدد المركب زد إذا كنا نهضر على زد زد هو لاحقة أم دونك أم هي صورة زد وزد هو لاحقة أم كيف أو أم الشعاع أو أم هو صورة العدد المركب زد عفوا دونك أم هي صورة العدد المركب زد وشعاع أو أم يسمى كذلك صورة العدد المركب زد دونك إذا كنا نهضر على أم على النقطة M M تسمى صورة العدد المركب Z وZ هو لاحقة دونك M هي صورة Z وZ هو لاحقة M كيف الشعاع OM هو صورة العدد المركب Z والعدد Z هو
لاحقات أو أم، أو إذا كنا نحضر بالنقاط أو بالشعاع تكون يكون صورة بالنسبة للعدد المركب، والعدد المركب يكون لاحقة بالنسبة للنقطة أم والشعاع أو أم. مثال: المستوي، عفوا ونسيت حاجة هنايا، المستوي يسمى مستوي مركب، أنه يمثل العدد المركب. دونك المثال: مستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس او اي او جي لتكن النقط ا ب سي. من المستوي التي لواحقها ناقص 2 زائد اي 2 اي و 3 على 2 على الترتيب. سؤال: ما هو انشئ النقط ا ب و سي في المعلم او او اي او جي؟ نرسم المعلم. دونك عندنا ا صورة العدد ناقص 2 زائد اي. دونك حسب واش قالنا، دونك قالنا ا بي سي لواحقها على الترتيب ناقص 2 زائد اي 2 اي 3 على 2. دونك ا لاحقتها ناقص 2 زائد اي، ب لاحقتها ناقص 2 2 اي، سي لاحقتها 3 على 2. دونك ا هي صورة العدد ناقص 2 زائد اي. دونك ا وشنو تساوي ا؟ دونك هنا نديرو اكس بارتي ريال، بارتي ريال هي ناقص 2، بارتي ايماجينير زائد اي. دونك اي وشنو هو؟ هو اي في واحد. دونك لا بارتي ايماجينير هي واحد الايكغيك، فهنا الاكس هو ناقص 2 الايكغيك يساوي واحد لان زائد اي. دونك اي في واحد. نفس الطريقه ب صوره العدد 2 اي. دونك واش معناها؟ معناها ب هنا الاكس هذا عدد تخيلي بحت، لا تخيلي صرف، لان اكس يساوي صفر. دونك بقات غير لابارتي ايماجينير، بقى غير الايكغيك في اي. دونك اكس هو صفر، الايكغيك هو 2. ثالثا صورة سي صورة العدد 3 على 2. اش معنى العدد 3 على 2؟ هو عدد حقيقي، لان لا بارتي ايماجينير تساوي صفر، الايكغيك الجزء التخيلي معدوم، دونك هو عدد حقيقي. دونك اكس يساوي 3 على 2، ايكغيك يساوي صفر. دونك نعينو هاد النقاط ا ناقص 2 زائد اي. دونك اكس قلنا نديرو في محور الفواصل، هنا الاكس هنا الايكغيك هكذا. دونك الاكس ناقص 2، دونك هنا 1 ناقص 1 ابيبري ناقص 2 هنا. دونك هذا ناقص 2 1 في الترتيب، يعني الايكغيك يساوي 1. دونك ناقص 2 1 1 هنا ناقص 2 ونعينها ا، هذه هي فاصلتها ناقص 2 هو الاكس، ترتيبته هو 1 الايكغيك ناقص 2 1. ب ناقص 2 يعني ب 0 2 0. دونك هنا و 2 1 2 يا بريبر يكون هنا
ما ارسمش معلم دقيق، المهم باش تفهموا برك. دونك صفر اثنين، دونك هنا هذه هي البي، تقع فوق محور ترتيب. وعلاش؟ كي يكون عدد عدد تخيلي صرف، يعني الاكس تاعو صفر عنده غير ايكراك، يكون فوق محور الترتيب، فوق محور التخيلي. سي دونك سي 3 على 2 0، 3 على 2 دونك 1 2، 3 على 2 هو 1.5. كون هنا ترتيباتها 0، دونك سي هنا فوق محور الفواصل. اذا كان العدد تخيلي صرف فانه يكون فوق محور الترتيب كما البي، ان الاكس تاعها 0 والايغريك 2، دونك تخيلي صرف، دونك يكون فوق محور ترتيب، فوق محور التخيلي. وهنا سي العكس، كي يكون العدد حقيقي يكون فوق محور فواصل، او اي فوق محور المحور الحقيقي. 3 على 2 0، هذه هي السي. اذا كان عدد حقيقي، اذا كان عدد مركب ليس تخيلي صرف وليس حقيقي، عنده جزء الحقيقي وجزء التخيلي، عينه كما 2 ا دونك ناقص 2، الاكس تاعو ناقص 2 والايكغريك تاعو 1، دونك نعينوه هذا مكان. هذه هي التمثيل الهندسي لعدد مركب. الان ننتقل الى مرافق عدد مركب. تعريف: زد عدد مركب حيث زد يساوي اكس زائد اي ايغريك حيث اكس ينتمي الى ار وايغريك ينتمي الى ار واي مربع تساوي ناقص 1. العدد المركب x ناقص اي ايغريك والذي نرمز له z بار يسمى مرافق العدد المركب z. دونك عندنا العدد المركب z يساوي x ناقص a زائد اي ايغريك. دونك باش نلقاو مرافق تاعو زد بار، نرمز له بزد بار، واش نديرو؟ يساوي اكس ناقص اي ايغريك. دونك نغيرو اشارة الجزء التخيلي فقط، لاكس يبقى اكس زائد اي ايغريك يولي ناقص اي ايغريك، لو كان يكون ناقص اي ايغريك يولي زائد اي ايغريك. المهم نعكس اشارة الجزء التخيلي. هذا ما كان باش نلقاو مرافق ويرمز له بزد بار. مثال: زد يساوي 5 زائد 3 اي. باش نلقاو زد بار واش نديرو؟ يساوي 5 ونغير إشارة الجزء التخيلي، كانت 3 زائد 3 اي ولي ناقص 3 اي. هذا هو المرافق. مثال ثاني: زاد يساوي 1 ناقص اي. باش نلقاو زاد بار تاعو واش يساوي؟ 1 ناقص اي ولي زائد اي. توجور نغير إشارة الجزء التخيلي، يعني نعكسها، إذا كانت بلوس تولي موا، إذا كانت موا تولي بلوس. هذا ما كان. وبصفة عامة اكس زائد اي ايغريك يولي المرافق تاعو اكس ناقص اي ايغريك. هذه هي دونك للحصول على مرافق عدد مركب زاد، نغير إشارة الجزء التخيلي، نغير أو نعكس إشارة الجزء التخيلي. هذه هي أمثلة
مثال واحد، زاد يساوي 3 ناقص 11 اي. دونك باش نحسبو المرافق تاعو هذا واش يساوي؟ زاد بار واش يساوي؟ راه مسهل هذا تلقاوه، 3 ناقص 11 اي يولي زائد 11 اي. هذا مكان نعكس إشارة الجزء التخيلي. مثال ثاني، زاد يساوي 4 اي، هذا عدد تخيلي صرف. دونك زاد بار ماذا يساوي؟ إذا هذا الزاد يساوي 4 اي، عدد تخيلي صرف. دونك باش نلقاو المرافق تاعو نغير إشارة الجزء التخيلي، دونك يولي ناقص 4 اي. 4 اي ولي ناقص 4 اي. مثال ثالث أخير، زاد يساوي ناقص 2، هذا عدد حقيقي، أن الجزء التخيلي يساوي 0. دونك زاد بار ماذا يساوي؟ يساوي ناقص 2، خطر في المرافق لازم نغير إشارة الجزء التخيلي، ولكن في هذه الحالة ما كانش جزء تخيلي، وعلاش يساوي صفر؟ لأنه عدد حقيقي. دونك زاد بار يساوي ناقص 2. دونك نلاحظ ملاحظات اللي نديروها، ناخدو نقولوها، إذا كان العدد المركب حقيقي يعني زاد يساوي إكس، فإن زاد بار يساوي زاد، كما شفنا في هذا زاد بار يساوي زاد كما شفنا في هذا المثال. إذا كان عدد المركب حقيقي يعني ما كانش لا بارتي ايماجينير تساوي صفر، أي الجزء التخيلي يساوي صفر، فإن مرافقه يساوي العدد كيف خاطر احنا نغير إشارة الجزء التخيلي. وإذا كان الجزء التخيلي يساوي صفر دونك ما عندنا ما نغيره، يبقى هكاك. دونك المرافق يساوي العدد إذا كان العدد مركب حقيقي، إذا كان زد يساوي إكس يعني إيكغيك يساوي صفر. الملاحظة الثانية، إذا كان العدد المركب تخيلي صرف يعني زد يساوي إيكغيك يعني لابارتي ريال تساوي صفر، مش معناها؟ معناها أن المرافق يساوي ناقص زد ديريكت. وعلاش؟ حنا خاطر نعكس إشارة الجزء التخيلي. دونك إذا كان تخيلي صرف عنده غير الجزء التخيلي ما عندوش الجزء الحقيقي، دونك زد با يساوي ناقص زد، مثل هذا المثال اللي شفنا. دونك زد يساوي 4 اي، زد بار يساوي ناقص 4 اي، وناقص 4 اي يساوي ناقص زد، أن زد يساوي 4 اي، دونك ناقص زد هو ناقص 4 اي. هذا مكان أبري التفسير الهندسي لمرافق عدد مركب. دونك التفسير الهندسي، عندنا زد يساوي إكس زائد إي إيكغيك، وعندنا زد بار مرافقه هو إكس ناقص إي إيكغيك، هكذا. دونك أم نديرو أم هي صورة زد، واش معناها؟ معناها أم هي إكس إيكغيك، ونديرو أم بريم صورة زد بريم، زد بار عفوا. دونك أم إحداثيته هي إكس ناقص إيكغيك. دونك نديرو التمثيل، هذا محور الحقيقي إكس، محور التخيلي إيكغيك، هكذا، والأم تكون هنا أم دو زد عندها إكس وإيكغيك،
والام بريم وين تكون؟ الام بريم دونك زد بار وزد عندهم نفس الاكس، دونك هنا تاني عندها الاكس نفسه لكن الاي عكس، يعني الجزء التخيلي للمرافق عكس الجزء التخيلي يعكسه في الإشارة، يعكس إشارة الجزء التخيلي للعدد. دونك إيكراك هنا نديرو إيكراك واحد، دونك نديرو هنا ناقص إيكراك، تكون هنا أم بريم دو زد بار. دونك صورة أم العدد هو هي أم هنا، وصورة أم بار صورة زد بار هي أم بريم. دونك صورة المرافق تكون هنا. دونك نلاحظ أن العدد أن النقطة صورة العدد وصورة مرافقه يكونان متناظران متناظرتين بالنسبة لمحور الفواصل، لأنهم عندهم نفس الإكس والإيكراك مختلفين، واحد عنده إيكراك واحد عنده إيكراك ناقص إيكراك. دونك أم أم بريم لهما نفس الفاصلة إكس، أم وأم بريم متناظرتان بالنسبة لحامل محور الفواصل. دونك سهلة كما قلنا، دونك الأم هي صورة زد، زد هي هو الإكس إيكراك، دونك الأم إحداثيته إكس إيكراك، أم بريم هي صورة زد بار. زد بار دونك لابارتي إيماجينار هي ناقص إيكراك، خاطر كانت إيكراك تولي ناقص إيكراك، إكس ناقص إيكراك، هادي هي إحداثية أم بريم. دونك الأم نرسموها هنا نورمال، عندها الإكس والإيكراك، والأم بريم عندها نفس الإكس مع الأم، وعندها إيكراك ناقص إيكراك، دونك ناقص إيكراك يناظر إيكراك، أنهما متعاكسان، يعني عكسه في الإشارة. دونك تطيح هنا النقطة أم بريم، والأم بريم والأم متناظرتان بالنسبة إلى محور إلى حامل محور الفواصل، هذا ما كان. الآن نهضر على مجموع وجداء عددين مركبين. أول شيء مجموع عددين مركبين، عندك زد يساوي إكس زائد إي إيكراك، وعندنا زد بريم يساوي إكس بريم زائد إي إيكراك بريم. دونك باش نديرو الجمع زد زائد زد بريم، واش نديرو؟ نجمعو الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي، يعني الاكس مع الاكس بريم، ونجمعوا الجزء التخيلي مع الجزء التخيلي. دونك اكس زائد اكس بريم زائد زائد اي ايغريك زائد اي ايغريك بريم، دونك الان خرجوا عامل مشترك، دونك ايغريك بلس ايغريك بريم. دونك باش تجمع عددين مركبين تجمع جزئين الحقيقيين للعددين، دونك الاكس والاكس بريم، تجمع الجزئين التخيليين للعددين، دونك الإيكراك والإيكراك بريم. مثال زد أن يساوي 2 ناقص إي، وزد دو يساوي ناقص 7 زائد 4 إي. دونك باش نجمعو زد أن بلوس زد دو ماذا يساوي؟ دونك نجمعو 2 ناقص 7 زائد اي ناقص 1، اختار هنا ناقص 1. دونك جمعنا الجزئين الحقيقيين 2 ناقص 7، دونك 2 زائد ناقص 7 جمعناهم، وعندنا ناقص 1 في اي، دونك الايكراك هو ناقص 1 زائد 4 تساوي، دونك 2 ناقص 7 ناقص 5 زائد ناقص 1 زائد 4 3 زائد 3 اي، هذا ما كان تجمع نورمال. هذا بمجموع عددين مركبين. الان
جداء عددين مركبين. ممكن عندنا الزد تساوي اكس زائد اي واي جول، عندنا زد بريم يساوي اكس بريم زائد اي واي بريم. دونك زد في زد بريم ماذا يساوي؟ عندك الاكس زائد اي واي في الاكس بريم زائد اي واي بريم. دونك نشر نورمال كما الاعداد الحقيقيه، اكس في اكس بريم بعد اكس في اي واي بريم، دونك زائد اي اكس واي بريم زائد اي واي في اكس بريم، دونك اي واي في اكس بريم زائد اي واي في اي واي بريم. دونك ماذا يساوي؟ يساوي اي اي اوكاري في اي واي بريم. ماذا يساوي؟ عندنا اي عين من ان اي مربع يساوي ناقص واحد، عين من ان اي مربع عفوا اي مربع يساوي ناقص واحد. دونك زاد في زاد بريم ماذا يساوي؟ اكس في اكس بريم بقى هكاك زائد نخرجوا اي عامل مشترك هنا، دونك ماذا يبقى؟ يبقى اكس اي بريم، وهنا يبقى زائد اكس بريم اي واي اكس بريم ولا اكس بريم اي واي. وهنا نعوض ناقص اي مربع بناقص واحد، دونك يولي ناقص اي واي بريم. هذا هو الجمع، ولا نقدر نكتبه هكذا، زاد في زاد بريم يساوي اكس في اكس بريم ناقص اي في اي بريم زائد اي اكس اي بريم زائد اكس بريم ايغريك. ما تخافوش ما تخلط لكمش هنا، المهم دير ضرب نورمال طنشا نورمال كيما الاعداد الحقيقيه، وين تلقى ايغريك مربع برك تعوضه بناقص واحد. دونك شوف روحك باش ما تغلطش برك في الاشاره، كي تلقى اي مربع تعوضه بناقص واحد. هذا مكان مثال زاد واحد يساوي ثلاثة ناقص اي، زاد اثنين يساوي ناقص اربعة ناقص سبعة اي. دونك زاد في زاد اثنين ماذا يساوي؟ ثلاثة ناقص اي اثنين اي في ناقص اربعة ناقص سبعة اي. ننشر نورمال، ثلاثة في ناقص اربعة ناقص اثناش، ثلاثة في ناقص سبعة اي دونك ناقص واحد وعشرين اي، لازم نشتغل في الحساب هذا مكان، ناقص اثنين اي في ناقص اربعة دونك يساوي زائد 8 اي، وبعد ناقص 2 اي في ناقص 7 اي ماذا يساوي؟ يساوي زائد 14 اي مربع هكذا. ومن بعد دونك ناقص اي هذاك نعوض بناقص واحد، دونك ناقص 2 14 اي مربع يولي ناقص 14، وعلى جهة خطر اي مربع يساوي ناقص واحد، دونك هذا يولي ناقص 14 هكذا، ناقص دونك ناقص 21 اي زائد 8 اي دونك يولي ناقص 13 اي. حساب هذا ما كان، دونك في الاخر تلقى ناقص 12 ناقص 14 ناقص 26 اي ناقص 13 اي ناقص 26 ناقص 13 اي. هذا هو الجمع بيناتهم، سهلة مالها. دونك تنشر نورمال وتلقى زاد في زاد مربع يساوي ناقص 26 ناقص 13 اي. هذا ما كان تنشر، لازم تبرك تضغط في الإشارة وتعرف بلي إي مربع يساوي ناقص واحد، إي مربع تجر ناقص واحد تعوضو. أوكي دونك نهضرو على لاحقة شعاع، خاصية في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس أو أو إي أو جي أ و بي
نقطتان من المستوي، مستوى المركب. زد أ لاحقة أ، كما قلنا زد أ هي لاحقة أ، بين قوسين أ هي صورة زد أ، وزد ب لاحقة ب، أتى أن ب هي صورة زد ب. أبري زد ب ناقص زد أ هي لاحقة الشعاع AB. دونك باش نلقاو لاحقة الشعاع AB نديرو زد ب ناقص زد أ، يعني العدد الأخير ناقص العدد الأول، زد ب ناقص زد أ. واش معناتها؟ معنى أن AB صورة زد ب ناقص زد أ. المهم باش نحسبو لاحقة شعاع نديرو زد ب ناقص زد أ. مثال عندنا زد أ يساوي 5 ناقص إي، وزد ب يساوي 8 زائد 3 إي. دونك إيجاد لاحقة الشعاع AB واش نديرو؟ دونك عندنا زد ب ناقص زد أ يساوي زد ب هي 8 زائد 3 إي ناقص بين قوسين 5 ناقص إي. دونك زد ب نعوضناها وزد أ يساوي 8 زائد 3 إي، نشر الناقص هذاك، ناقص 5 زائد إي، ويساوي 8 ناقص 5 هي 3، لا زائد 3 زائد إي يساوي زائد 3 إي زائد إي يساوي زائد 4 إي. دونك زد ب ناقص زد أ يساوي 3 زائد 4 إي. دونك هذه هي لاحقة الشعاع، لاحقة الشعاع AB هو زد ب ناقص زد أ، ولقينا يساوي 3 زائد 4 إي. هذه هي الطريقة باش تلقى لاحقة الشعاع. دوكا نهضروا على لاحقة، بعد ما هضرنا على لاحقة شعاع نهضروا على لاحقة مرجح. مرجح لازم تكونوا عارفين وشنو هو، إذا ما عرفتوش شنو هو المرجح ولا ما شفيتوش عليه لازم ترجعوا للدرس تاع دوزيام مايس سنة ثانية ثانوي على المرجح. المهم لاحقة مرجح في الأعداد المركبة، عندنا أ ب عددان حقيقيان حيث أ زائد ب لا يساوي صفر، جي مرجح الجملة أ أن أ أ بي بي أ مرافقة ب أ و ب مرفوقة ب ب. دونك باش نلقاو لاحقة النقطة جي، دونك لاحقة النقطة جي هي أ فوزد أ زائد ب فوزد ب على أ زائد ب، هذه هي زد جي. زد جي هي لاحقة نقطة جي، نقطة جي هي المرجح. دونك باش نلقاوها هذه هي العبارة بالنسبة للنقطتين. دونك الأ دونك المعامل هذاك أ في زد أ زائد ب، المعامل الثاني في زد ب على أ زائد ب، على مجموع المعاملات. دونك لازم يكون أ زائد ب لا يساوي صفر، ديجا هذا شرط باش يكون مرجح، لازم المعاملات مجموع المعاملات لا يساوي صفر. اون بليس هنا أ في المقام، المقام لازم ما لازمش يكون معدوم، دونك أ زائد ب يختلف عن صفر.
دونك لاحقة مرجح نقطة جي المرجح هي A. دونك A في زد A زائد B في زد B على A زائد B. مثال جي مرجح الجملة A خمسة باثنين بحيث أن زد A يساوي اثنين زائد E وزد B يساوي خمسة زائد اثنين E. علما أن زد A لاحقة نقطة A وزد ب لاحقة ب عين لاحقة ج. كيف نلقاو لاحقة نقطة ج؟ على بالنا بأن ج مرجح الجملة A خمسة ب اثنين. دونك طبقوا القاعدة باش نلقاو لاحقة ج. دونك زد ج يساوي A في زد A. A في هذه الحالة يساوي خمسة، معامل A هذاك يساوي خمسة في هذه الحالة. خمسة في زد A زائد B. B في هذه الحالة يساوي اثنين. اثنين في زد B على مجموع المعاملات على A زائد B زائد خمسة زائد اثنين سبعة، ويساوي أعوض خمسة في زد A. زد A هو اثنين زائد E. اثنين زائد E زائد اثنين في زد ب، زد ب هو خمسة زائد اثنين اي، خمسة زائد اثنين اي على سبعة. ننشر. دونك خمسة في اثنين عشرة، خمسة في اي زائد خمسة اي زائد اثنين في خمسة عشرة زائد اثنين في اثنين اي اربعة اي على سبعة، ويساوي عشرة زائد عشرة عشرين، خمسة اي زائد اربعة اي تسعة اي على سبعة. هذه هي زد جي، حسبنا لاحقة جي. هذا ما كان. دونك كما قلنا اذا كانت النقطة مرجح نستعملوا هذه العبارة، طبقوها ديريكت باش نلقاو زد جي. هذا واش درنا هنا، وتستعمل نفس الطريقة في حساب لاحقة مرجح عدة نقاط. يعني إذا كانت ثلاث نقاط أربعة خمسة إكسيتر نفس الطريقة، تجر ضرب المعامل في لاحقة النقطة زائد المعامل في لاحقة النقطة زائد المعامل في لاحقة النقطة على مجموع المعاملات. مثال ثاني في حالة ثلاث نقاط لا نقط. دونك A B C النقط ذات اللواحق 2 زائد 3 E 4 زائد 2 E 1 زائد 3 E على الترتيب. دونك A 2 زائد 3 E. دونك A هي 2 3، أن زد A يساوي 2 زائد 3 E، زد B يساوي 4 زائد 2 E. دونك B إحداثيتها X 4 Y 2، زد C يساوي 1 زائد 3 E. دونك C هو 1، الـ X والـ Y هو 3. هذا ما كان. قلنا إذا كنا نهضرو بالنقاط دونك A هي صورة زد A، إذا كنا نهضرو باللواحق دونك زد A هي لاحقة A. هذا ما كان. السؤال هو عين لاحقة النقطة G.
مركز ثقل المثلث ABC. بما أن جي هي مركز ثقل، المثلث ABC، فإن جي هي مرجح الجملة A1 B1 C1. أرجعوا للدرس المرجح إذا ما فهمتوش. مي في حالة كي يكون جي النقطة جي مركز ثقل المثلث، فإنها يعني أنها مرجح للجملة A1 B1 C1. دونك باش نعينو لاحقة النقطة جي، دونك زد جي ماذا يساوي؟ يساوي A في زد A زائد B في زد B زائد C في زد C على A زائد B زائد C. دونك نعوضو، دونك A واحد B واحد C واحد، واحد واحد واحد، دونك يولي زد A زائد زد B زائد زد C على A زائد B زائد C. A زائد B زائد C هو واحد زائد واحد زائد واحد، دونك على ثلاثة ديريكت. ونحسبو، نعوضو ونحسبو، دونك زد A هي 2 زائد 3 اي زائد 4 زائد 2 اي زائد 1 زائد 3 اي الكل على 3. دونك قلنا زد جي هي، إذن كما قلنا زد جي يساوي زد A زائد زد B زائد زد C على 3. دونك نعوضو، زد A 2 زائد 3 اي، اما هذه هي، زائد زد B هي 4 زائد 2 اي زائد 1 زائد 3 اي الكل على 3. نجمعو، دونك 2 زائد 4 زائد 1 7 زائد 3 اي 2 اي 3 اي 3 3 6 8 8 اي على 3. هي زد جي معلش ب 4 اي زائد 1. دونك تحسب نورمال، 4 2 زائد 4 زائد 1 7، 3 اي زائد 2 اي 5 اي زائد 3 اي 8 اي على 3. دونك هذه هي إحداثية جي مركز ثقل المثلث، أي هي مرجح ثلاث نقاط. دونك في حالة ثلاث نقاط نديرو هادي، A في زد A زائد B في زد B زائد C في زد C على A زائد B زائد C. لو كان أربع نقاط نزيدو زائد D في زد D على زائد D، نزيدو D هنا وإلى آخره، شحال من نقاط كاينين. هذه هي لاحقة مرجح، هذه هي الطريقة باش نلقاو لاحقة مرجح. آخر شيء نشوفوه اليوم إن شاء الله هي خواص مرافق العدد المركب، ولا مرافق عدد مركب بصفة عامة. دونك مرافق هذاك اللي شفناه، دونك الخاصية الأولى زد دو بار يساوي زد، واش معناتها؟ مرافق المرافق هو نفس العدد، يعني مرافق العدد هو العدد نفسه. ممكن نفهمه، اكزامبل عندنا زد ا يساوي اكس زائد اي ايغريك، هذه هي زد دو يساوي زد A بار، أي زد دو هو مرافق، يساوي مرافق هذا العدد. دونك المرافق واش هو؟ X ناقص إي إيكغيك. نعوض نغيرو برك إشارة الجزء التخيلي. عندنا زد ثلاثة يساوي زد اثنين بار، زد ثلاثة هو مرافق
المرافق، يعني مرافق العدد الثاني. العدد الثاني وشنو هو؟ مرافق العدد الأول. دونك زد 3 هذا هو مرافق المرافق، واش معناتها؟ دونك زد 2 نعوضوه يولي زد 1 بار، وزيدوا له بار ثانية، دونك مرافق المرافق، مرافق المرافق. دونك هذا المرافق تاعو شنو هو؟ اكس زائد اي ايكغيك، هذا ما كان. دونك تفهم واش لازم تفهم؟ تشد العدد دير له المرافق تاعو، تلقى المرافق تاعو هذه هي زائد اكس ناقص ايكغيك، ومن بعد تلقى المرافق تاع المرافق، المرافق تاع المرافق هو اكس زائد اي ايكغيك. دونك المرافق تاع المرافق يساوي العدد الاول نفسه، هذه هي زد مرافق المرافق يساوي العدد نفسه. هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية، زد زائد زد العدد زائد مرافقه يساوي 2 في الجزء الحقيقي للعدد. دونك عندنا زد يساوي اكس زائد اي ايكغيك، مرافق تاعه اكس ناقص اي ايكغيك. دونك زد زائد المرافق تاعو، دونك نجمعو اكس زائد اي ايكغيك زائد اكس ناقص اي ايكغيك، عند زائد بيناتهم، دونك ما كان له الاقوس. دونك زاد اكس زائد اي ايكغيك زائد اكس زائد ناقص اي ايكغيك، دونك يروح اي ايكغيك وناقص اي ايكغيك يبقى 2 اكس، 2 اكس، واكس هو الجزء الحقيقي، دونك يساوي 2 في الجزء الحقيقي للعدد. كي نجمعوا العدد زائد مرافقه نلقاو 2 في الجزء الحقيقي تاع العدد هذاك، اي نلقاو 2 في اكس، في اكس ابر اكس تتغير قيمته صديقو العدد. ابر الخاصية الثالثة شنو هي؟ زد ناقص زد بار، اي العدد ناقص مرافقه ماذا يساوي؟ 2 اي في ايماجينير دو زد، يعني يساوي 2 اي في الجزء التخيلي، هذا الجزء التخيلي، هذا الجزء الحقيقي شفناهم. دونك نشوفو ان الزد توجور اكس زائد اي ايكغيك، ان الزد بار اكس ناقص اي ايكغيك. دونك زد ناقص زد بار ماذا يساوي؟ يساوي اكس زائد اي ايكغيك ناقص، نفتحو قوس، اكس ناقص اي ايكغيك، نشرو اكس زائد اي ايكغيك ناقص اكس، نشرو الناقص هذاك، زائد اي ايكغيك. دونك الاكس ناقص اكس يروحو يبقى 2 اي ايكغيك زائد اي ايكغيك يساوي ناقص يساوي 2 ايكغيك، 2 اي ايكغيك هذا مكان، و ايكغيك هو ايماجينير دو زد، هو الجزء التخيلي، دونك يساوي 2 اي في ايماجينير دو زد. هذه هي الخاصية الثالثة. الخاصية الرابعة، كي دير زد في زد بار يعني العدد في مرافقه يساوي الجزء التخيلي، الجزء الحقيقي مربع زائد الجزء التخيلي مربع، ماذا يساوي؟ يعني يساوي اكس مربع زائد ايكغيك مربع. مكان دونك دير زد في زد بار يعني العدد في مرافقه يساوي اكس زائد اي ايكغيك في اكس زائد ناقص اي ايكغيك، نشرو نورمال اكس في اكس، اكس مربع اي ايكغيك في اكس زائد اي ايكغيك اكس، ومن بعد اي ايكغيك في اكس عفوا اكس في اكس مربع، دونك بعد اكس في ناقص اي ايكغيك، دونك يساوي ناقص اي ايكغيك اكس، ومن بعد اي ايكغيك اكس في اكس اي ايكغيك في اكس. المهم تنشر الحد الاول في 2 في هذا ابري في هذا، دونك اكس في اكس، اكس مربع اكس في ناقص اي ايكغيك، دونك ناقص اي ايكغيك ابري زائد اي ايكغيك في اكس، دونك زائد اي ايكغيك اكس، اي ايكغيك في ناقص اي ايكغيك يساوي ناقص اي مربع ايكغيك، هكذا.
أبري ناقص إي مربع إيجريك مربع ويساوي إكس مربع، هذا وهذا نفسه يروح. إي مربع عندنا إي مربع يساوي ناقص واحد، دوك نعوضوه، دوك يولي ناقص ناقص إيجريك مربع يساوي زائد إيجريك مربع، خطر إي هذا يساوي ناقص واحد، دوك ناقص في ناقص زائد إيجري إيجريك مربع، دوك زاد في زاد بار هي. شو ثاني خاصية الخامسة؟ كي دير زد دونك مرافق زد في زد بريم يساوي مرافق زد زائد مرافق زد بريم، لما كان دونك زد في زد بريم يساوي دونك اكس زائد اكس بريم زائد إيجريك زائد إيجريك بريم في إي مرافق، هذا هو المرافق، دونك يساوي إكس زائد إكس بريم، هذا كيبقى جزء الحقيقي يبقى كما هو، الجزء التخيلي نغير إشارته أو نعكس إشارته، دونك يولي ناقص إيجريك بريم في إي، ومن بعد يساوي ماذا يساوي؟ يساوي إكس زائد إكس بريم ناقص نشرو هذاك إيكغيك إي ناقص إيكغيك بريم إي، نضربو هذا ونشرو يولي هكاك، خاطر هنا دوكا هو، ومن بعد ناقص إيكغيك إي زائد إيكغيك بريم إي، نشرو هذاك ومن بعد نشرو ناقص هذاك باش نديطايوكم باش ما تكومبليكاش عليكم، دونك إكس بلس إكس بريم ناقص إيكغيك إي ناقص إيكغيك إي إي، عفوا ناقص إيكغيك بريم إي، هادي هي، دونك أبري، هادي دوكا كيفاش نكملوها، دونك زاد بلس زاد مرافق زاد بلس زاد بريم يساوي، دونك إكس زائد إكس بريم ناقص إيكغيك إي ناقص إيكغيك بريم إي، هادي نقدرو نكتبوها إكس ناقص إيكغيك إي زائد إكس بريم ناقص إيكغيك إي بريم، كيف كيف عوضنا لهم برك لي بلاص، هذا جبناه لهنا هذا مكان، دونك هذا وشنو هو؟ هذا هو زد وهذا زد بريم، هذا المرافق تاع زد وهذا المرافق تاع زد بريم، دونك لقينا لقينا هذه هذه يساوي هذا، دونك مرافق زد بلس زد بريم يساوي مرافق زد زائد مرافق زد بريم، هذا مكان، وكاين خواص واحد اخرين ما ذكرناش كلش هنايا، نكتفي بهذا القدر اليوم، هذا فإن أصبت فمن الله وحده، ان شاء الله تفهموا، واذا ما فهمتوش عاودوا بالعقل الدرس وبارطاجوا مع اصحابكم اصحاب لي تكنيك تاع الباك علوم تجريبيه تقنية رياضيه رياضيات والى اخره، ونلتقي في الحلقه القادمه والفيديو القادم والدرس الثاني في الاعداد المركبه ان شاء الله، دمتم في رعايه